ولمناقشة ارتفاع نسبة الجريمة في العراق ينضم إلينا من بغداد عبر الهاتف مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. سيادة العميد مرحبا بكم. يعني ارتفاع غير مسبوق في الجرائم في العراق، ما الذي غاب كي ترتفع معدلات الجريمة بهذا الاضطراد؟ حياك الله أستاذ محمد. سيد الكريم، هو أصلا لن يوجد الأمن لكي يغيب الآن، فما يوجد في العراق ما بعد عام 2003 أخي الكريم هي مجاميع ميليشياوية بغطاء مؤسسات، ونحن نعرف عندما يتسيد المجرم على رأس المؤسسة الأمنية بالتأكيد ستكون مخرجات عمله جريمة وإرهاب، لأن عقيدة هذا المجرم الإجرامية ستنعكس على نهج مؤسسته وتصرفات وسلوك منتسبيه اللي أصلا هو غير مؤهلين لإدارة العمل الأمني. ولهذا الملف الأمني عندما تناوب عليه زعامات ميليشياوية وطائفية كصولاغ ومحمد الغبان وقاسم العرجي وحتى المالكي عام 2006 وعندما كان رئيس الوزراء، هؤلاء هم زعامات جريمة وإرهاب لا يمكن أن يتحولوا في لحظة إلى رجالات مؤسسات ودولة. لذلك لا نستغرب أن يبقى العراق في دوامة الجريمة ويكون متصدر للقوائم الدولية الأسوأ أمنية. سيادة العميد، تقارير تتحدث عن جرائم نوعية توزعت بين القتل، السطو المسلح، السرقة، الاعتداء، الابتزاز. هناك جرائم حديثة طرأت على المجتمع العراقي، منها تجارة المخدرات وتجارة أعضاء بشرية. ما الذي جعل هذه الجرائم الجديدة تطرأ على العراق؟ ما السبب في ذلك سيادة العميد؟ أخي السبب الرئيسي هو غياب العقيدة الأمنية. اليوم هذه الميليشيات التي لبست الغطاء المؤسساتي استبدلت الأمن الوقائي بالفعل الميليشياوي. وهناك يجب أن لا ننسى هناك استراتيجية كاملة وضعت لإبقاء العراق خارج المنظومة الأمنية لديمومة حالة اللا استقرار وضمان بقاء الوصاية الخارجية على العراق. اليوم عندما يهيب النظام المؤسساتي ويشتبس القانون ويسيس القضاء، فبالتأكيد ستنتشر الجريمة ويسود الإرهاب ويفقد الأمن. اليوم الجريمة متنوعة واتصفت بالتنظيم والاستمرارية. اليوم لا يمر يوم على العراقيين إلا وهناك جثث معلومة ومجهولة الهوية، وهناك سرقات وابتزاز ومخدرات. اليوم المخدرات انتشرت حتى في أوساط الجامعات. كل هذه هي جرائم مقصودة وتعتبر جرائم إرهابية لأنها تدار من قبل مؤسسات، وبهذا نحن أمام إرهاب سلطة وهو أخطر أنواع الإرهاب. سيادة العميد، يعني فوضى أمنية، ولكن العبادي أصدر قرار على سبيل المثال، قام بنقل قائد شرطة ديالى إلى محافظة البصرة. هل عملية النقل تحد من هذه الجرائم برأيكم؟ أخي لا يوجد في هذا النظام الأمني الحالي أي فقه أمني، لذلك اليوم هذه التنقلات وغيرها تدخل ضمن توظيف المخادعة الانتخابية. اليوم الميليشيات ميليشيات الحشد وزعاماتها بدأت من جديد تروج لتفعيل عملها العسكري بشكل كبير في المناطق ذات الغالبية السنية لغرض السيطرة الجغرافية، وهو نوع من المخادعة الانتخابية. بالمقابل نرى العبادي والآخر يقيل هذا وينقل ذات من القيادات الأمنية خدمة لمشروع الانتخابي، ويقابل هؤلاء اليوم حتى أقليم حكومة أقليم كردستان تحاول أن تعيد من جديد المناطق المتنازع عليها. إذن جميع هذه الأدوات الموجودة في العراق هي توظف الملف الأمني خدمة لمشروع الانتخابي القادم. على ذكر المشروع الانتخابي، مصادر أمنية تحدثت عن أموال من الخارج دخلت العراق لدعم كتل سياسية. هل تؤثر هذه الأموال على الأوضاع الأمنية داخل العراق سيادة العميد؟ هذه طبعا النتيجه الانتخابيه الجميع يعرف هذه الانتخابات سوف لا تختلف عما سبق، لان هناك غايه ومشروع رئيسي هو المشروع الامريكي ويقابل المشروع الايراني في العراق. اذا هذه الاموال التي تدخل هي ستنعكس سلبا على دماء العراقيين، نعم ستوظف. اليوم نرى هناك تفجيرات مراكز انتخابيه فيه يقابلها تفجيرات امنيه طريق بغداد الطوس وغيرها. كل هذه الاموال هي اموال ستتحول الى
سفك دماء العراقيين جراء هذه العمليه الانتخابيه الغير صحيحه التي جاءت فيها المنظومه الامريكيه وساندتها المنظومه الايرانيه لتسيطر على العراق سيطره تامه، ولن يسمح لاي نزيه او شريف او شخص محايد ان يعتلي سده الانتخابات الا ان يكون موالي لهذين المنظومتين الامريكيه والايرانيه. من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، شكرا جزيلا لكم.